نتكلم فيه، يعني احنا كنا حاطينه لك في وقت تاني ولكن نتكلم فيه. كابتن حسام البدري في وقت قرر ان عماد متعب مش قادر، انت رحت التعاون وقلت لا انا مش مهم اجيب اجوان، مش مهم اعمل اي حاجه ولكن العب. بالظبط، كان نفسي اجيب اجوان طبعا، كان نفسي طبعاً اساعد مع زمالي عارف، لكن في الاخر ما حصلش. يبقى اعوض ده بالمجهود كنت بحاول اقدر اقدر عليه اعمله. يعني لعبت مع اهلي ضد اهلي جده في جده، مع اتحاد، مع اهلي جده لعبت في اهلي جده 92 دقيقه لعب المباراه. يعني انا رحت هناك 10 مباريات لعبت منهم 6 او 7 مباريات منهم يعني 90% من الوقت الاصلي للمباراه. يعني ده معنى بقالي سنتين ما بلعبش. بقالك سنتين والمجهود مضاعف. ما بلعبش خالص ولا كانت فترات يعني 3 دقايق في دقيقتين في 5 دقايق يعني على حسب بقى يعني انت هتتحرق ازاي. ما قعدتش مع كابتن حسام الفتره دي؟ قعدت معاه. مش عايزين نغطي بس، لكن اتكلم بشكل عام. ما قعدتش مع كابتن حسام؟ انا اللي مزعلني من كابتن حسام ما قالكش حاجه، عدم الوضوح. سيبك يلعبني ما لعبنيش ما يفرقش معايا خالص. عدم الوضوح، انه كان بيتلكك لي عشان يعمل يعني يخلي شكلي وحش قدام الجمهور، ان انا بعمل مشاكل بعمل مشاكل، مع اني كان في مشاكل تانية كبيره جدا ممكن تحصل في الوقت ده تعدي وتمر مرور الكرام. انا لو رميت التيشيرت اللي هي بتاعه التسخين اللي هي ملهاش اي معنى خالص وكلنا بنرميها لما بنيجي نسخن، بس انا رميتها بعصبيه شويه، لا تقعد ويشاور للجمهور بص هو بيعمل ايه، عارف حاجات كلها. طب انت عايز تاذيني ليه؟ مع اني طلبت منك لو مش عايزني تمشيني. تاني حاجه ان انا اتكلمت معاه في قصه اللعب. انت اتكلمت معاه كده قلت له لو مش عايز، لو انا ماليش دور مشيني سيبني امشي. كان بيقول لك ايه كابتن حسام؟ لا انت هتلعب وليك دور، سواء مش شرط تلعب اساسي ممكن تاخد وقت. ما حتى الوقت ما كنتش باخده، هي يعني الفكره كلها ان انا ما كنتش باخده. لما رحت اتكلمت معاه دي كانت اخر مره بقى. يعني انا اتكلمت معاه اكتر من مره، قلت له يا كابتن حسام بص، قال لي عماد وانت قادر تلعب ومش قادر تلعب. قلت له يا كابتن حسام على فكره انت قلت لي الكلام ده وانا عندي 29 سنه. قادر تلعب ده بيسالك يعني؟ انت يعني انت هتقدر تلعب؟ قلت له يا كابتن حسام انت قلت لي انت قادر تلعب وانا عندي 29 سنه. انت لما مشكلتك لما بتكون عايز تقعد لعيب تقول له قادر تلعب؟ تقول له انت قادر تلعب وتطلعه انه مش قادر. ممكن تقول لي انت قادر تلعب لكن في نفس الوقت ما تلعبنيش، ده حقك فاهم؟ والكلام ده كان حصل وانا عندي 29 سنه، عشان كان وقتها كان بيلعب سيد حمدي عليا وما كنتش بلعب، قعدت فتره ما بلعبش لحد ما جبت جونين في تذكر الكيني وبعد كده رجعت العب تاني. مش دي القصه. فقلت له يا كابتن حسام طيب انا شوفني ارميني في الميه ولو بعرف اعوم مش هغرق. لو ما بعرف جمهور النادي الاهلي اللي واقف جنبي دلوقتي هو اول واحد هيقول لي بطل صح لو انا مش قادر صح. راح بص على الجدول كده، في جدول في الاوضه جوه عند كابتن سيد عبد الحفيظ وقال لي بص يا عماد في الجدول المباراه اللي جايه انت هتطلع بره السكور والثلاث مباريات اللي بعد كده هتلعبهم اساسي وريني. قلت له هوريك يا كابتن. قال لك كده واضحه وصراحه كابتن حسام موجود يعني ويقدر يكذب اللي انا بقوله يعني. قلت له ماشي. قال لي هتتمرن صبح وبعد الظهر وهتطلع بره السكور. الماتش فاضل اربع ماتشات؟ لا كان لسه الدوري شغال بس هو حط لي على الجدول على الاربع ماتشات دول. الماتش اللي جاي انت هتطلع بره السكور والثلاثه اللي بعد كده هتلعبهم. حلو قوي. وريني. قلت له طبعا انا مش عايز. قلت له مش عايز اكتر من كده. خليني العب مع الفرقه الاساسيه زي ما انت بتتشكيل. كانت ماتشات في الدوري؟ ماتشات في الدوري يعني هتلعب بشكل بالظبط بشكل رسمي. قلت له ما عنديش اي مشكله وانا قابل التحدي ده ولو انا قصرت خلاص واضح قدام الناس كلها ان انا مقصر. طلعت بره السكور الماتش اللي عادي جدا وبتمرن وموت نفسي وكل الماتش اللي بعده ما لعبتش ولا ثانيه. دخلت له جيم قلت له يا كابتن حسام انا اتفقت مع حضرتك وكان في كلام رجاله بيننا وبين بعض وما تنفذش يعني. قال لي معلش يا عماد ظروف الماتش ومش ظروف. قلت له ظروف ايه؟ انا ما اتفقتش معاك ان انا اقعد احتياطي وانزل، انا متفق معاك ان انا ابدا. قال لي طب بص والله زي ما بقول لك الكلام اللي بقوله لك ده حصل. قال لي طب هنتفق اتفاق جديد، هتخرج بره السكور الماتش اللي جاي والماتشات اللي بعدها هتلعبها. بس بقى وكملت بره السكور عادي والله. يعني ما قلتش فاهم. انا مره لما مشيت من النادي الاهلي كانت نفس القصه كده تقريبا بس مع مانويل جوزيه.